السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم إن شاء الله سنتحدث عن شركة هواوي. كما تعلمون أما سبورتر أوف شركة هواوي، أدعمها بشدة، تعجبني فلسفة الشركة، ولكن هذا لا يعني أنه يجب أن نكون واقعيين في تحليلنا للأمور وحياديين كذلك في تحليلنا لما يحصل الآن على الساحة التقنية. أمير رغيب، هل قد تفكر في شراء هاتف هواوي أو يكون هاتف بديل لك ما دام أنك معجب بشركة هواوي؟ لا، لن يكون هاتف بالنسبة إلي إذا لم تحل المشكلة مع شركة جوجل. سأخبركم لماذا وسأشارككم فكرتي، وإذا كنتم متفقين انقر على لايك، غير متفق اعطينا تعليق أخبرني لماذا. فإذا ما لاحظتم، الهواتف الجديدة التي طرحتها شركة هواوي كلها لا تتوفر على خدمات جوجل. وعندما نقول هاتف لا يتوفر على خدمات جوجل فهو هاتف أندرويد، فهذا الهاتف يبقى ناقص وبالتالي فأنا أؤمن أن أي هاتف جيد قوي من ناحية الهاردوير يلزم كذلك سوفتوير. أي نظام بدون سوفتوير، بدون تطبيقات جيدة جميلة، فلا يمكن أن أعتبره يعني نظام قوي، لأن المسألة مترابطة بين الهاردوير والسوفتوير. فبالتالي عندما نتحدث عن هواتف، نعم هواتف هواوي الجديدة هواتف جيدة إلى غير ذلك، ديزاين وكم إلى ذلك، ولكن يعيبها أولا بعض الهواتف وصلت إلى $1000، ولكن أن تشتري هاتف $1000 وفي النهاية لا تجد فيه تطبيقات جوجل، هذه المسألة يجب أن نناقشها. نعم، إذا لاحظتم أن الآن المواقع، بعض المواقع الإلكترونية العالمية والمحل والعربية وحتى اليوتيوبرز العالميين أو الأجنبيين والعرب يحاولون، إذا ما لاحظتم أنهم يركزون على نقطة الأب جاليري، ويركزون على نقطة الأب جاليري على أساس أنها يعني متجر صاعد وعلى أنه الآن في المرتبة الثالثة وما إلى ذلك. أوكي، لكي نلاحظ أو لكي نحلل هذه المسألة. عندما نتحدث عن تطبيق في المرحلة الثالثة، أوكي حاولت أن أبحث عن statistics لكن لم أجدها فعليا، ولكن عندما نقول على أن هذا التطبيق هو في المرتبة الثالثة، فمجموع هذه التطبيقات التي تشكل الأغلبية في الأب جاليري من أي صنف، من أي نوع؟ هي فقط تطبيقات صينية. يعني أكبر عدد من التطبيقات التي يحتوى تطبيق أب جاليري هي تطبيقات صينية، ونحن نتحدث عن متجر عالمي. تطبيق أب جاليري لا زال في نقص في الكثير من التطبيقات الناقصة، فيه الكثير من تطبيقات مثلاً مثل لعبة بابجي، إنستغرام، فيسبوك، فهناك الكثير من التطبيقات الناقصة. أي نعم، سمعنا أن وعود على أن الشركة ستقوم باستقطاب هذه الشركات إلى الأب جاليري، ولكن حتى لو نجحت الشركة واستقطبت هذه الشركات إلى الأب جاليري تبقى ناقصة بالنسبة إلي. لماذا تبقى ناقصة إخواني؟ تبقى ناقصة لأنه عندما أقول الديفلوبرز المطورين عندما يطورون تطبيقات جديدة، ها يطبقون تطبيقات جديدة، الشركات عندما تطور تطبيقات جديدة، ما هي النسخ التي تجد في النهاية؟ تجد نسخة الأندرويد وتجد نسخة الآيفون، أب ستور والأب ستور والبلاي ستور، لا تجد الأب جاليري. فبالتالي حتى التوجه العام للديفلوبرز غير مهتمين بالأب جاليري. لماذا أنا أعتبر دائما الأندرويد قوي مقارنة مع الآيفون؟ لأن بعدد التطبيقات، البلاي ستور يعني بملايين التطبيقات، يعني متجاوز للآيفون في عدد التطبيقات، ما يعطي حرية أكبر للمستخدمين. شخصيا أستخدم آيفون وأستخدم أندرويد، هناك العديد من التطبيقات الجميلة جدا غير موجودة في الآيوس، هي موجودة فقط في الأب ستور. فبالتالي هي موجودة في البلاي ستور في الأندرويد. فبالتالي أنا كمستخدم عندما سأحتاج إلى تحميل تطبيقات أو ما إلى ذلك يجب أن أحملها من متجر آمن، هذا أول شيء. فعندما تعطيني أنت حلول على أساس أنه إذا كنت أريد أن أستخدم جيميل يجب أن أدخل إلى متجر آخر غير الأب جاليري، ويجب أن أحمل معه تطبيق APK، الله أعلم هذا التطبيق هل تم تغييره، هل تم دمج به برامج ضارة، شيء كهذا، فهذه المسألة لن تقنعني. أي نعم، يمكن أنا كخبير أو بعض الإخوة كخبراء يمكن أن يقوموا بهذه النقطة، ولكن فيها كذلك مضيعة للوقت، حيث أنا لا يمكن، أنا في كل مرة أريد تطبيق يجب أن أبحث عنه نصف ساعة في جوجل حتى أجد فقط التطبيق APK وأقوم بتحميله. ومسألة كذلك
طرح بعض المتاجر الاخرى ابتويد او تطبيقات متاجر اخرى غير الاب جاليري كحل بديل للبلاي ستور. هذه المساله انا ضدها، لان هذه المتاجر لا نعرف من وراء الفريق الحمايه الواقف وراءها، هو لا يمكننا ان اثق فيه. عندما اقول بلاي ستور اقول جوجل، وانا اثق في جوجل، غير انني ساثق مثلا في متاجر غير معروفه لا يمكن ان اثق فيها. فبالنسبه لي هذه المساله يعني تجعل ان الهواوي بالنسبه لي يعني مهما بلغت روعه اجهزتها تبقى كذلك نقطة اليوزر اكسبيرينس مهمة، تجربة المستخدم هي مهمة جدا، وبدون هذه التجربة فسيكون من الصعب علي ان اشتري هذه الهواتف. بالنسبة لي الحل الوحيد هو انه يجب على شركة هواوي ان تجد حل مع شركة جوجل، يجب ان تجد حل، لانه بدون ان يصلوا الى نقطة اتفاق سنبقى يعني نوهم انفسنا بان عندنا اب جاليري، وسيحصل للاسف قد يحصل ما حصل لشركة نوكيا، وقد يحصل ما حصل لشركة نوكيا التي آمنت بالسامبيان، وفي النهاية أنتم خير شاهدين على حالتها. فجوجل أصلاً فرضت نفسها في السوق، لا يمكن أن تنفيها وتمحيها من الوجود هكذا بين سنة وأخرى. وكما قلت أنت في النهاية كمستخدم لن تجد تطبيقات الأبناك التي تستخدمها، لن تجد تطبيقات الاتصالات الهاتفية. نحن نعلم أندرويد نستطيع من خلاله أن نقوم بتثبيت تطبيقات جميلة جدا، تطبيقات للمكالمات الهاتفية المجانية، تطبيقات يعني هناك العديد من التطبيقات، وبالتالي لن تجد ما تبحث عنه لن تجده في الأب جاليري، وسيلزم عليك في كل مرة إذا أردت تطبيق معين يجب أن تبحث عنه ويجب أن تحمله وتحمله كما نقول finger crossed، يمكن أن يكون بنظام تجسسي وما أدراك أنت تم حقنه مع هذا التطبيق وتبته، وبالتالي تعرض نفسك للخطر. فعلى هذه الأسباب بالنسبة إلي لا يمكنني أن يكون هاتفي الجديد هو هاتف هواوي. ماذا عنك؟ أنتظر منك تعليقاتك. إلى أن ألقاك في فيديو قادم بإذن الله، دمتم في أمان الله، وإلى اللقاء. لا تفرع علينا بالنقر على الزر لايك، سبسكرايب على قناة الانضمام إلى أضخم قناة تقنية عربية أكثر من 3.5 مليون مشترك، ويمكنك كذلك متابعتي على حساباتي الاجتماعية بما فيها انستغرام. إلى اللقاء، ستجدون الروابط بطبيعة الحال في الأسفل.